وهنا بقى نوصل لعلاقتك بالناس. ببساطة انت مع الناس بتتعامل بأخلاقك مش بأخلاقه، وانت بتتعامل مع الناس افتكر انك بتتعامل مع الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي هيقدم لك خير هتشكره وتبدله كل خير وبوفرة، وخلي العطاء كبير وبأخلاق كمان. واللي هيقدم لك شر هنا بقى هتتحلى بالأخلاق وتجاهد نفسك شوية معلش بالثبات على أخلاقك. فمطلوب منك في الرحلة التوازن، إنك تسمو بنفسك وترتقي بيها وتحافظ عليها وتشوف جوانب الخير اللي فيها علشان تقدر تكمل. وبعد ما نعرف المنهج النبوي في التوازن هنرجع بقى للتخطيط لحياتنا، وهل احنا جاهزين بالأساسيات ولا لأ. أول حاجة حدد جوانب حياتك، ورقة وقلم كده واكتب أولوياتك في دينك، في أهلك، في أصدقائك، في الترفيه، في الدراسة أو القراية حتى. فمثلا إذا أنت تميت صلاتك وأذكارك ووردك اليوم، طيب مهم جدا تتواصل مع أهلك حتى لو بمكالمة تليفون لو أنت بعيد، أو زيارة ليهم. الأصدقاء والناس الموجودين حواليك مهم تختار وتحدد مين اللي في دايرتك. هل الأصحاب دول إضافة ليك، ولا الأصدقاء أصدقاء خير، ولا أصدقاء سوء؟ مين الناس اللي في حياتك؟ كل إنسان في حياتك بياخد من طاقتك مجهودك، فركز على اللي بترتقي بيهم، وخد بالك من سارقين الوقت ومستنزفين الوقت والعمر والطاقة والروح كمان. الترفيه نقطة مهمة جدا. نرجع كده للإمام الشافعي رحمه الله، قال إيه؟ ليس من الوقار الأدب في البستان. فلازم ترفه عن نفسك، لازم يبقى ليك وقت لنفسك بتفصل فيه عن الشغل والضغط وتحديات الحياة والتعب اللي بتشوفه. ودي بقى يوصلنا إن نتعلمها من إدارة الوقت، لأن عدم الوعي بالوقت ممكن يوصلك إن أنت تخلط الجوانب دي كلها، وجانب يجي على جانب، وهنا أنت خرجت بره ميزان التوازن المطلوب. فمهم جدا تركز على القراية، الدراسة، حتى لو أنت ما بتحبش تقرأ أو تدرس اسمع فيديوهات، دايما ثقف نفسك، مقاطع تعليمية، الرياضة، الأكل، حدد كل الجوانب واعطي كل ذي حق حقه.